أهلا بكم. المبيدات الحيوية أو المقاومة البيولوجية بتذكرنا دايما بمنظر خنفساء أبو العيد أو الدعسوقة. الدعسوقة اللي احنا قدمناها قبل كده في مجموعة من الفيديوهات، وكان منتهى التقدير والامتنان لما شفنا المقطع ده والمكبر عن قرب للدعسوقة وهي بتفترس المن وبتاكله بشراهة، ونسمع الألحان مع بعض. ورغم فرحتنا وافتخارنا بالدعسوقة، لكن عملها برضو محدود جدا، ما بيتعداش الحشرات الصغيرة زي المن والبق الدقيق. لكن ايه اللي ممكن نعمله مع الحشرات الكبيرة زي الديدان القاردة اللي شرها اضعاف شر المن بآلاف المرات؟ هنا بتكون العناية الإلهية متمثلة في دبور من عائلة كوتيسيا، دبور طوله ما بيتعداش نص سنتي. ايه هو؟ تابع معانا بعد ما تشرفنا باعجاب لو عجبك الموضوع، ومشاركة للفيديو ليستفيد الجميع، واشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وتفعيل زر الجرس للكل، هتبقى زي الفل. اياك انك تحتقره قبل ما تعرف قوته ولا كيفية عمله التفجيري اللي هتدهشك. الدبور بيتزاوج بمجرد خروجه من الشرنقة مباشرة، ومباشرة بعد التزاوج بتبحث الأنثى عن الديدان القاردة اللي بتتغذى على نباتاتنا وبتؤذي زرعنا. بتقوم أنثى الدبور بلدغ الديدان القاردة وحقنها بسم بيشل حركتها لكن ما بيقتلهاش. بتقوم أنثى الدبور بوخز الدودة بواسطة آلة هي آلة وضع البيض، وبتبدأ في وضع البيض داخل الدودة وهي خارجه، بتضع ما بين 10 إلى 60 بيضة داخل الدودة. بيفضل البيض داخل الدودة مدة حوالي أسبوعين تقريبا، والدودة ما زالت على قيد الحياة ما بتموتش. بعد أسبوعين بتفقس البيوض جوه الدودة، وفي الوقت ده بتقضي عليها من الداخل، وبتخرج أخيرا الدبابير على هيئة ديدان صغيرة، وبتفجر جسم الدودة القاردة زي الألغام المتفجرة. بتخرج الديدان للنور أخيرا، وبتتجمع وتتشرنق حوالين الدودة القاردة. بتفضل الديدان فترة أسبوع تقريبا داخل الشرنقة، وبعد كده بتبدأ ظهور الدبابير الكاملة من الشرانق. بتخرج الدبابير للتزاوج على الفور، وتبدأ الأنثى الملقحة بالبحث عن دودة قاردة تانية عشان تعمل فيها اللي عملته أمها قبل حوالي شهر تقريبا، وتدور السلسلة وتدور، وبكده بتقضي إناث دبابير الكوتيسيا رغم صغرها على الديدان القاردة بتفجيرها، وتخلصنا من شرها. اللهم اجعله عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم، وأجرني به في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.